احمد كانت يعني عامل ايه مع الناس؟ الناس بتحبه، عامل علاقته ايه بالناس؟ والله البنات حزين، وعاملين فرن لله وكل الخير عاملينه والله، وشباب حلوين، وابوه متوفى، هم طلعوا في البلد ما حد سمع عنهم، الله يصير حلو. والدتهم ست محترمه، واهلهم ناس محترمين ومؤدبين، ومن عائله حلوه، يعني اهلهم ناس كويسه وناس محترمين. طب انت بتقولي للشهيد احمد، ها انت بتقولي للشهيد احمد؟ الشهيد الله يرحمه ويجيب له حق ربه، احنا عاوزين حق الشهيد. ايه حقه اللي انتوا عايزينه؟ عايزين زي ما مات.